السلام عليكم، معاكم بدر وحياكم الله في قرية العجاب. اليوم بحكي لكم قصة الشخص اللي علق في المطار لمدة 18 سنة. القصة العجيبة هذه بطلها هذا الرجل اللي اسمه مهران كريمي نصيري. مهران بطريقة ما علق في المطار الفرنسي تشارلز ديغول اللي موجود في باريس لمدة 18 سنة، من سنة 1988 إلى سنة 2006. راح نشوف شو الأشياء والظروف اللي أدت لشيء غريب مثل هذا. بس قبل ما نبدأ خلوني أخبركم عن تطبيق رهيب اسمه نوكس آب لوكر. التطبيق هذا تطبيق جدا مميز في الحفاظ على خصوصيتك، خاصة إذا ما كنت حاب أنك تحط باسورد على جهازك. تقدر تقفل أي تطبيق موجود عندك على الجهاز من خلال نوكس آب لوكر. مثل ما أنت شايفين عندي هنا قائمة بالتطبيقات اللي موجودة على جهازي. لو قررت مثلا أني أقفل تطبيق متصفح جوجل كروم أقدر أسوي هالشي بضغطة واحدة، ولو رحت وحاولت أفتح المتصفح الحين مثل ما أنتوا شايفين تظهر لي شاشة حماية لازم أحط فيها الباسورد أو البصمة عشان أفتح التطبيق. فوق هذا أيضا التطبيق فيه عدة ميزات إضافية حلوة مثل تنظيف الجهاز ومكافح الفيروسات وغيرها. واحدة من أهم هذه الميزات هي الفولت أو معرض الصور الخاص. هني تقدر تحتفظ بأي صور أو مقاطع فيديو خاصة في مكان آمن ومحفوظ في التطبيق بعيد عن معرض الصور العام. تطبيق نوكس آب لوكر متوفر للتحميل على أجهزة الأندرويد من خلال الرابط اللي موجود تحت الفيديو. طبعا إذا عجبكم واستفدتوا منه لا تنسون تقيمونا بخمس نجوم في المتجر. طيب الحين ندخل في موضوعنا. بطل قصتنا مثل ما قلت لكم اسمه مهران نصيري. هذا الرجل إيراني الجنسية، انولد في طهران سنة 1943. لما كان عمره 30 سنة طلع من إيران وراح يدرس في بريطانيا، وتذكروا موضوع بريطانيا زين لأنه راح نرجع له. أعتقد دراسته في بريطانيا وتأثره بثقافتها تلعب دور كبير في القصة هذه. المهم خلال دراسته في بريطانيا صار ناشط سياسي وكان يتكلم ضد الحكومة ونظام الشاه اللي كان يحكم إيران في ذاك الوقت. بعدها على حسب كلامه بعد ما مرت عدة سنين تم سحب جنسيته وصار بدون جنسية. هذا الشيء خلاه يطلب اللجوء من عدة دول أوروبية، لكن ظلت طلباته ترفض لعدة سنوات لحد ما في سنة 1981 وافقت بلجيكا على إعطائه حق اللجوء. وفعلا انتقل صاحبنا مهران لبلجيكا وعاش فيها من سنة 1981 إلى سنة 1988، يعني لمدة 7 سنوات. لكن على ما يبدو ان الحبيب ما كان مقتنع ببلجيكا وما كان مقتنع بالوضع اللي هو فيه بشكل عام، كان يريد شيء احسن. وايضا هو بس اعطوه حق اللجوء، يعني ما اعطوه الجنسية البلجيكية. المهم بحسب ادعاء مهران امه تواصلت معاه قبل ما تموت وخبرته انه هو في الواقع مب ولدها، وان امه الحقيقية هي ممرضة اسكتلندية ووقع ابوه معاها في علاقة غير شرعية وهو نتاج العلاقة هذه. طبعا هذا الادعاء ما في اي دليل عليه ومصدره الوحيد هو مهران نفسه. المهم الموضوع هني يعني بما ان امه اسكتلندية معناه ان مهران يحق له يطالب بالجنسية البريطانية. اسكتلندا جزء من بريطانيا واي شخص مولود لام بريطانية يحق له انه ياخذ الجنسية. واضح ان مهران كان خاطره ياخذ الجنسية البريطانية. مثل ما قلت لكم هو درس في بريطانيا قبل، واضح انه تأثر بالبلد وثقافته بشكل كبير. المهم صاحبنا بعد ما ادعى الادعاء هذا قرر انه يسافر لبريطانيا ويطالب بالجنسية البريطانية، وهني الاحداث اخذت مجرى غريب جدا. مهران حاليا عايش في بلجيكا وعشان يوصل لبريطانيا يحتاج انه يركب طيارة على رحلة دولية، وعشان يركب طيارة لازم يكون عنده جواز سفر وفيزا. ومثل ما قلت لكم مهران ما تم اعطاء الجنسية البلجيكية، كل اللي كان عنده هي اوراق حق اللجوء اللي اعطته اياها بلجيكا. المهم اللي صار هو ان صاحبنا اخذ قطار من بلجيكا الى باريس في فرنسا، والقطار ما كان في اشكالية يقدر يركبه بالاوراق اللي كانت عنده. لكن الشيء الغريب انه قدر يسافر من باريس الى لندن على متن رحلة طيران دولية. كيف قدر انه يسوي هالشيء بدون جواز او فيزا؟ الله اعلم. هذه واحدة من الالغاز المحيرة في قصة الرجل هذا. يعني الحبيب بعد ما وصل لباريس بالقطار راح لمطار تشارلز دي غول، وبطريقة ما قدر انه يركب على رحلة متجهة للندن. وبعد ما وصل للندن اكتشفوا ان هذا الرجل ما عنده جواز ولا فيزا، لو فوق هذا حتى اوراق اللجوء اللي اصدرتها لها بلجيكا
ما كانت عنده، اختفت، وبحسب ادعاءه هذه الأوراق انسرقت منه خلال رحلته بالقطار من بلجيكا لباريس. كثيرين يعتقدون أنه في الواقع هو اللي تخلص من أوراق اللجوء هذه، لأنه يمكن حسب هالشيء بيسوي ضغط أكبر على بريطانيا أنهم يعطونه الجنسية. لكن اللي صار هو عكس ما تمناه صاحبنا مهران. إدارة الجوازات بعد ما شافوا أنه ما عنده أي جواز أو مستندات تبين هويته، قرروا انهم يرجعونه من وين ما جاء. بالنسبة لهم وصوله للندن كان خطأ يتحمل المطار او شركة الطيران اللي وصلته لهني، لانهم بطريقة ما خلوا شخص بدون جواز ولا فيزا ولا حتى اوراق اللجوء انه يركب على طيارة من طياراتهم ويدخل الدولة، وفعلا رجعوه لفرنسا على طيارة من الطيارات اللي كانت متجهة لمطار تشارلز دي غول في باريس. وبعد ما وصل مهران للمطار، السلطات الفرنسية ايضا منعته من مغادرة المطار، لان صاحبنا ما عنده اي هوية تعرف عن نفسه، بالنسبة لهم هو شخص مجهول. فصار الحبيب الحين عالق، لا هو قادر يرجع لبلجيكا ولا هو قادر يروح لبريطانيا ولا هو حتى قادر يظل في فرنسا. في الحالات اللي مثل هذه بالعادة السلطات راح ترجعه لموطنه الأصلي، لكن أيضا موطنه الأصلي اللي هو إيران ساحبين من الجنسية. فيعني الرجل هذا صار عالق في المطار بدون أي وجهة، صار عالق في تيرمينال 1 أو المحطة رقم 1 لفترة. خذوه وحطوه في السجن أو غرفة الحجز اللي موجودة في المطار، لأنه حاول يسافر بشكل غير قانوني وكانوا محتاجين وقت عشان يحققون في قضيته. لكن بعدها فترة قصيرة تم الإفراج عنه، خاصة بعد ما وصلوا للنتيجة أن مشكلته ما لها حل واضح. بعد ما أفرجوا عنه، صاحبنا أخذ أغراضه اللي كانت معاه واستقر على كرسي أحمر كان موجود في صالة الطعام اللي موجودة في المطار. هذا الكرسي راح يكون بيت مهران لمدة 18 سنة قدام. في البداية طبعا هو ما كان يتوقع أنه راح يظل في المطار للمدة هذه، كان يتوقع أنه يمكن شوية أيام أو بالكثير شوية أسابيع وراح تنحل مشكلته. فكيف وصل الوضع لدرجة أنه جلس في المطار طول هالسنين؟ الموضوع ما واقف بس على أنه ما في دولة رضت تستقبله، الموضوع أيضا كان بسبب مهران نفسه، وراح نشوف كيف. أولا لازم نفهم كيف عاش في المطار وكيف كان يلبي احتياجاته. مهران كان يقضي معظم وقته قاعد على كرسي الأحمر يقرأ الكتب أو الجرايد، أو يقعد يكتب عن تجربته اللي قاعد يخوضها. أمتعته وأغراضه كانت دائما جنبه، وكتب كتاب عن سيرته الذاتية وحياته اللي عايشينها في المطار والتجارب اللي تمر عليه، وهذا الكتاب رجع له عائدات حلوة. وفوق هذا حصل على مبلغ كبير من وراء فيلم اسمه The Terminal. هذا الفيلم ما كان مقتبس من حياته بشكل مباشر، لكن قصته هي كانت الإلهام الرئيسي لهذا الفيلم. الفيلم يحكي عن قصة شخص أيضا أجبرته الظروف على أنه يعيش في المطار لفترة طويلة. شركة دريم ووركس اللي أنتجت الفيلم قرروا أنهم يشترون حقوق قصة مهران عشان يتجنبون أي مشاكل قانونية ممكنة، ودفعوا مقابلها لمهران 250 ألف دولار، يعني ربع مليون، وهذا مبلغ كبير جدا يقدر يعيشه لفترة طويلة. فما كانت فيه إشكاليات حقيقية واجهته في مسألة المعيشة نفسها. الإشكالية ظلت في موضوع أن صاحبنا عالق في المطار هذا بدون أي وسيلة أو وجهة للخروج. يعني هو الحين يحتاج أوراق اللجوء اللي ضيعها عشان يطلع من المطار، ولو أراد أنه ياخذ نسخة جديدة من هذه الأوراق لازم يروح لبلجيكا، بس في نفس الوقت هو ما قادر يروح لبلجيكا لأنه ما عنده الأوراق هذه. يعني الرجل علق في دوامة لا نهائية. لكن حتى هذه مش المشكلة الوحيدة، أيضا كانت عنده مشكلة ثانية، وهي أنه بحسب قوانين بلجيكا اللي أعطته حق اللجوء، إذا طلع اللاجئ من البلد بإرادته يروح عليه الحق هذا. مرت السنين وما صارت أي تطورات في قضية مهران، لكن قصته انتشرت كثير ما بين الناس ووسائل الإعلام، ومن خلال المقابلات الكثيرة اللي أجراها كان واضح أن في تناقض في رواياته، وفي بعض الأشياء تحس كأنه اخترعها من راسه. كان في شيء واضح بدون أي شك، واللي هو أن مهران كان يكره كونه إيراني، ما كان معترف بهالشيء نهائيا. لأن بعد سنين من جلسته في المطار عرضت عليه السلطات البلجيكية أنهم يقدموا له أوراق اللجوء مرة ثانية ويوصلونها لحد المطار عنده، وفعلا هذا اللي صار. لكن لما وصلت الأوراق رفض مهران أنه يوقعها، والسبب لأنها كانت تقول أن جنسيته الأصلية إيرانية. بحسب ادعاء جديد من صاحبنا قال أنه في الواقع بريطانيا عطول جنسية في سنة 1981، فيعني جنسيته الأصلية المفروض تكون هي الجنسية البريطانية.
طبعا كلامه هذا كان واضح انه تأليف، خاصة انه في هالفترة كان عايش في بلجيكا. المهم انه رفض يوقع على الاوراق هذه من هذا المبدأ، هو ما كان معترف ان جنسيته الاصلية ايرانية، حتى السلطات الفرنسية ايضا عرضوا عليه الاقامة في بلدهم، لكن اوراق الرسمية كان لازم يذكر فيها بشكل واضح ان جنسيته ايرانية، ونفس الشيء رفض صاحبنا انه يوقع عليها لنفس السبب. فوق هذا دائما كان دائما يكرر قصة ان امه الحقيقية اسكتلندية، القصة اللي على الاغلب انه اخترعها من راسه عشان يدعي الحق بالحصول على الجنسية البريطانية. حتى من درجة تعلقه ببريطانيا راح واعلن ان اسمه صار سير ألفريد، وقال للناس ووسائل الاعلام اللي يريدون يخاطبونه او يكلمونه انهم ينادونه بالاسم هذا، يقول يعني اسم سير ألفريد اسم اوروبي ومسيحي، فيعني عزز هويته الحقيقية اللي المفروض انها تكون بريطانية. فيعني المقصد هني جلسة مهران في المطار لمدة 18 سنة ما كانت بس بسبب انه ما في دولة سمحت له يدخلها او رضت انها تستقبله، لا، هو بنفسه كانت عنده مشاكل ورغبات خاصة فيه. يعني خلنا نقول ان الموضوع كان في البداية فعلا بسبب الامور القانونية وتعقيداتها، لكن بعدين مهران نفسه هو كان السبب في تمديد فترة جلوسه في المطار. يمكن حس انه هو موجود في موقع يقدر يطالب فيه باللي يريده، لكن مضت السنين وما كانت في اي استجابة لرغباته. ومع الوقت حتى قصص مهران ورواياته صارت تتداخل في بعضها وتتناقض بشكل كبير، لدرجة ان كثيرين حسبوه دخل مرحلة الجنون. يعني حتى صار يدعي ادعاءات غريبة، مثلا مرة قال ان امه الحقيقية في الواقع سويدية وانها دخلت ايران عن طريق غواصة، وهذا السبب اللي خلاه عايش في ايران فترة طفولته وشبابه. يعني هذه كانت على اساس محاولة ان يحصل الجنسية السويدية. طبعا ما في حد اهتم للادعاءات الغريبة هذه، وظل قاعد في المطار لحد ما خرج اخيرا لاول مرة في سنة 2006. لكن مع الاسف خروجه هذا ما كان برغبته، السبب كان المشاكل الصحية اللي اصابته لدرجة انه صار محتاج يترقد في المستشفى، وفعلا ظل في المستشفى لمدة 6 اشهر. وبعد ما طلع طبعا ما سمحت للسلطات الفرنسية انه يرجع للمطار، واجبروه انه يقبل يعيش في فرنسا كلاجئ، وحاليا هو عايش هناك ليومنا هذا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، كالعادة اذكركم انكم تحطون لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وقدامكم ايضا المقاطع السابقة تقدرون تشوفونها اذا ما شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.